امبارح كمان خلال احتفاليه اتحاد القبائل العربيه كان في لقطه مهمه جدا لما الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الطفل الاسواني انس وسلم عليه، وده كان استجابه لطلبه اللي عبر فيه في فيلم تسجيلي اتعرض خلال احتفاليه اتحاد القبائل العربيه والعائلات المصريه. الفيلم بقى اتحكت فيه قصه حياته وموهبته في كره القدم، وطلب في الفيلم ان هو يقابل الرئيس ويسلم عليه، وده اللي اتحقق فعلا. أصعب لحظة في حياتي أنا بلعب كورة، لما أجيب جون ببقى فرحانة وأصحابي وبنحتفل وبنحضن بعض. أنا بحب ألعب كورة وبلعب كورة من وأنا عندي 4 سنين في نادي أسوان. مامتي بتمثل لي في حياتي كل شيء، بتقف تشجعني، يلا يا أنس لعيب شاطر، تسندني وتديني الثقة. التربية مش أكل وشرب ونوم، التربية توجيه. سوي نفسي فرحة برضو عشان ألاقي لها برضو وهي صاحبتي. هو لعب الكرة لي وقته والمذاكرة لها وقتها. عايزة أكون لاعب مشهور وفي كلية الطب. إحنا قاعدين في مكان عدت عليه مراحل تطوير رهيبة جدا، اختلفت كل حاجة، بنية تحتية، مجمعات سكنية. أنا أول ما بدأت ألعب زي كل العيال بلعب في الطريق أو الشارع أو على الرملة، لكن بعد ما مراكز الشباب اتطورت ونادي أسوان اتطور بقيت أروح النادي كل يوم. أنا حلمي مش إني أقف عند نادي أسوان الرياضي، أنا حلمي إني ألبس قميص المنتخب وأدي مصر زي ما مصر ادتني. نفسي أبقى زي شيكابالا وصلاح، ذكي ومهاري ولعيب وأبقى مشهور والناس تحبني. واحد من احلامي كمان ان اشوف الرئيس السيسي واسلم عليه. انس حسين عبد العظيم، عندي 12 سنه، من النوبه.